انا كنت حتى حاط انه منتاليتي انه انا خلص مشلول، ما في امل انه امشي. هلو، واضح. اسمي محمد نصلى، عمري 25، انا فيزيكال ثيرابيست وكروم واي تاي. ب 22 نيسان 2016 وقعت عم بناي 4 طوابق، كسرت ظهري وجري 2 وحنكه، وتعرضت للشلل لفتره من الوقت. اول شيء كان قايلين ما في امل انه اعيش مش انه امشي، خسرت كثير دم وكان اصاباتي كثير بليغه، وكان عم بيقولوا ان شاء الله يعيش. بعدين قالوا خلص انه 4 5 حكم يقولوا مشلول، ما في امل نهائيا انه ارجع امشي، وفي عندي كمان اجري اليمين قد ما كان اصابه بليغه كان بدها بتر. انا كنت حاط انه منتاليتي انه انا خلص مشلول، ما في امل انه امشي، بس بدي ارضى بحياتي هيك. يعني صرت انا بدي اسعى لكون احسن كل يوم، احسن واحسن. مثلا انا كنت اجبر حالي غصبا عني انه بدي اقعد اتمرن على القعده، ارجع على الوقفه. مثلا قادر امشي متر، زيدوا مترين. كثير كانت فتره صعبه بس قطعت. اخذت معي حوالي 2 سنين لحتى ارجع استرجع قوتي، يعني انه اكيد مش شيء سهل بلشت فيه. انا مثلا كنت اركض 10 كيلو، كنت انه بوقتها اعمل 500 متر يهلكوني، يعني كثير يتعبوني. محمد هلا اقوى من اللي قبل، لانه محمد هلا ادرك اكثر معنى حياته، يعني انه كان خسران حياته ميت، فهلا رجع الله وهبه الحياه، فبده يعيشها بطريقه افضل واقوى. وبتمرن يعني بس اتذكر انه انا كيف كنت قديه كنت عاجز، هيدا شيء دافع كثير قوي لحتى انه يخليني اتمرن بقوه وكون احسن عن قبل. طبيعي الحال بس واحد يتعرض لهيك حادث، اول شيء بده يعني بيطلب مسانده اهله، فهن الجزء الاكبر بهيدا البروسس. بس يرضى الله حيعطيه القوه وحيعطيه اكثر لحتى يستمر بحياته. علاقتي انا ومحمد قبل الوقعه كانت شيء، ومن بعد الوقعه شيء. يعني انا وياه كنا رفقه قبل الوقعه، بس من بعد الوقعه كثير تقربنا من بعض. يعني كنت شوف محمد قد ايه اراده قويه وقد ايه حابب يرجع للتمرين. انا كثير بقوى فيه، يعني انا بكثير قصص برجع لمحمد. انا كمان فايتر مثله، مثل ما هو بيعتبر انه انا ساعدته كثير، كمان هو ساعدني كثير انا لاوصل لكثير مطارح. الاخوه هي مش بس بالدم، الاخوه بالافعال وبالتصرفات اللي بتصير. بدي اقول للشباب العربي انه يخلي طموحاته كبيره، ما يفقد الامل، ضل ارادته صلبه، وضل يشتغل عليها ليوصل.